الدكتور مصطفى شرح الموضوع بتاع رأس الحكمة، لكن اسمحوا لي ان انا اتكلم عليه برضو مرة تانية وبس كمان من منظور تاني، لان طبعا دايما رغم انه بيبقى فيه اعلان واضح واحنا بنبقى شفافين معاكم، بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجة، ما يصحش يعني احنا ما يصحش ان احنا نخدعكم او نقول كلام مش دقيق او كده يعني. فلا طبعا اللي الدكتور مصطفى اتكلم فيه على شكل الشراكة وشكل المشروع اللي احنا بنتكلم فيه بمساحته حتى بالاجراءات اللي هتتعمل خلال يعني الشهور والسنوات القليلة القادمة عشان المشروع ده يبقى اكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، ده كل ده كلام اتقال بشكل او باخر لكن انا باكده يعني، والوقت هو ان شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يساعدنا ان احنا واشقائنا في الامارات يعني يبقى فعلا يقدروا يحققوا المدينه العالميه ديت، اللي هي بمعنى مش على قد ان احنا بنتكلم في شهرين ثلاثه اربعه حتى في الشتاء ولا الصيف، لا احنا بنتكلم على حاجة فيها حياة مستمرة على مدار السنة بالكامل بأنشطة كتير قوي قوي هتبقى يمكن بعضها يمكن يكون موجود لأول مرة في مصر. لكن اللي أنا عايز أقوله باختصار هو إن البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس إن احنا نقول إيه وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده أنا بدأت بالكلام عشان تبقى الأمور واضحة يعني. الأرقام اللي احنا أعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح والنهاردة دخل جزء منها البنك المركزي ويوم الجمعة فيه زيه وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لأن هو ده أنا عايز أقول لكم مش سهل أبداً إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده، أنا بتكلم بجد يعني. وده شكل من أشكال يعني المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة. أنا بقول الكلام ده للمصريين كلها عشان الدنيا كلها بتقف جنب بعضها، واحنا اشقائنا يعني اشقائنا في الخليج دايما جنب مننا يعني، لكن انا بسجل هنا موقف خاص بالامارات في الموضوع ده، لان كان الظرف الاقتصادي بقى له 4 سنين صعب في مصر. بقى له 4 سنين صعب في مصر. سنتين ازمه كورونا، وطبعا لما بنيجي نقول الكلام دوت يمكن يكون مش وقته يعني ان احنا نقوله في الاحتفال الجميل ده، لكن بس انا حبيت انوه عنه. لا طبعا كل اجراء، كل مشكله، كل ازمه بتمر في اي حته بيبقى ليها تاثير علينا، واحنا طبعا يعني ظروفنا مش يعني ظروفنا برضو مش صعبه يعني، عايزين نعمل حاجات كتير وظروفنا مش سيئه. فالمهم فجت كورونا عادت سنتين، ثم بعد كده ابتدينا نقول يعني ان شاء الله خلاص الأزمة دي هتعدي ونكمل. جت أزمة الأزمة الروسية وبعدين